السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وحضراتكم بخير. عام هجري جديد 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ العام الجديد بالتوبة إلى الله عز وجل. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب ذنبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. فقال الأعرابي: ثم يستغفر الله؟ فقال: يغفر له. فقال الأعرابي مرة تانية: ثم يعود فيذنب. الفاء للسرعة، بيرجع لنفس الذنب تاني. ثم يعود فيذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. فقال الأعرابي: ثم يستغفر الله؟ قال: يغفر له. ثم يعود فيذنب، يكتب عليه. ثم يستغفر الله، يغفر الله، يغفر الله له. وفي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حلوة خالص، قال: وإن الله لا يمل من المغفرة حتى تمل من التوبة. يعني طول ما أنت بتذنب نفس الذنب أو ذنب آخر وبتعود إلى الله، ربنا هيغفر لك. كلنا مذنبون، مفيش حد فينا ما بيغلطش. المشكلة بعد ما تذنب هتعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طب ركز بقى، ومن يفعل ذلك، طب اللي هيعمل كده، اللي هيجعل شريك مع ربنا، اللي هيقتل، اللي هيزني، ها، ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ركز في الاستثناء، كلنا مذنبون، سواء الذنب كانت كبيرة أو ذنب إحنا شايفينه حاجة عادية، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. رقم واحد التوبة إلى الله. تذنب ذنب ترجع على طول لربنا، هو ماراثون بينك وبين الشيطان. إلا من تاب، غلط ترجع يا رب سامحني، تتوضى وتصلي ركعتين. وآمن، آمن بما جاء على محمد، وقيل أيضا آمن أن الله قادر على أن يغفر له. البعض مننا ممكن يدعي رب سامحني وهو من جواه هيسامحني على الذنب الكبير ده. مهما كان ذنبك عظيم فإن رحمة الله ومغفرة الله أعظم. إلا من تاب من فعلته وآمن بأن الله قادر على أن يغفر له. ركز بقى في التالتة، وعمل عملا صالحا. يفسر أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أول ما تعمل ذنب على طول اعمل حسنة. أنا بعمل فيديو زي ده، أنا أذنبت ذنوب، أعمل فيديو زي ده عايز حسنة، عايز اتنين، عايز كذا، حد هيتفرج على الفيديو هيديني حسنة أو اتنين أو تلاتة. لو واحد اتأثر وقام اتوضى وصلي بقت حسنات جارية. لو أنا بذنب ذنب وبيكتب عليا، ممكن في نفس الوقت نتيجة حد بيشوف فيديو أنا عملته أو حاجة أنا نشرتها أو كلمة أنا قلتها لواحد أثرت فيه بالإيجاب، هاخد عليها حسنة. وعمل عملا صالحا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نكمل الآية. أنا مثلا معايا 10 حسنات وعشر سيئات، يا رب سامحني توبت وعملت عمل صالح، هل العشر سيئات سقطوا بس؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ها، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مش بس انت هتوب وهيعفو عن السيئات، قيل ويبدل الله سيئاتهم حسنات، بمعنى هيبدلهم أو يبدلهم بدل الأفعال اللي بتقربهم للذنوب طاعات تقربهم من الله. وقيل أيضا يبدل لهم سيئاتهم حسنات يوم القيامة وكان الله غفورا رحيما. مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد لا يذنب ذنبا حتى لو الذنب اتكرر مليون مرة. الاستثناء اللي ربنا فضل بيه عبد على عبد: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أول ما تيجي في دماغك التوبة أو تذنب ذنب أو
مجرد الاتيان بذكر التوبة، اتوضى وصلي ركعتين واعمل عمل صالح، ان شاء الله تنشر كلمة بسيطة اللهم صل على النبي محمد، اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والسلام عليكم ورحمة الله.